أنا هائل أحمد الأحمد صانع حلويات تقليدية تقليدية شباكية مخروعة. ممكن تقول لنا كيفاش شنو المراحل اللي كتصاوبوا فيهم الشباكية؟ كنصاوبهم كنديروا فيهم الزنجلان، النافع، القرفة، الزعفران، الزهر، الخل، كنعجنوها وكنسرحوا الورقة ديالها ونقطعوها بهذه الجرة وتنخرصوها وتنعطوها اللي كيقليها. بالنسبة لها الطريقة تقليدية ولا لا؟ تقليدية، أنا صنعة تقليدية قديمة. ها؟ ما كاينش فيها طريقة جديدة. كان غير الطريقه هي اللي كاينه تقليديه وكاين الفرق غير المواكن دابا اللي كاين ولا زرعه. اي حنا كنسرحها بالجرار. بالنسبه لهاد الماكينات قدام هاد الماكينات هادو دابا جداد ماشي قديم. هادو بالنسبه للصناعه التقليديه هادو ماكينات غير جداد ما كانوش كان غير هاد الرولو هو اللي كان كيزرعوا به العجين. بعد ولاو هاد الماكينه؟ هاد الماكينه تاهي دابا ولا ما كان مراه بالجعبه باش كنزرعوها دائما. شحال من عام متفاتحين؟ انا تقريبا 50 عام. 50 عام؟ ايه. خدام في هاد المسائل ديال الحلول؟ لا ماشي غير في رمضان، كنخدموها في رمضان. غير كل عام في رمضان. وخي دار خدم حلوه اخرى كنخدم داك الشيء لاباتيسري فرونسيز هذا. كيفاش كيدير لكم الاجواء ديال رمضان؟ الاجواء مزيانه انا فيها نشاط فيها. كيتقداو من عندنا الشباكيه كنبيعوا بالجمله وكنبيعوا بالتسقيط. كيفاش تقول المغاربه في رمضان المبارك؟ اي كنتمناو لي سنه سعيده ورمضان مبارك والصحه والعافيه. انا غير واحد ما جاش اليوم كيقابل هذا المقلا ما كيجيش وحنا كنلقاني خدام تما انا. اي ما كنخدم. تهز هذا الدور تسارع هذا وما تلقاش بحال هذا الدور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب. بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.